عملت تحت 30 اطلس على تنسوا الفشل اللي انت في الاخر 3 ايام ولا عارف عشان كده لا
يبقى في عقد السطر اسمه البريدج ده انتهى فين، مش تفضل البريدج ده انتهى فين. المتفقين اول دفعه بقى كده خلاص انا هكتب زي كل حاجه، انا بسيب ده بتقف معايا في المذاكره يبقى بعرف ايه منها. لو كده اسمه اسيندنج راح لايه، اسموزس ترانسفيرسري جماعه ورشيت اسموزس ديسيندنج راح لايه اسموزس ترانسفيرسري. دي بقت حياتك مش تفضل انت قصدك على فكره اي واحد من الثلاثه دول، دول بريتش من بريتش من بروفاندا اللي هو بريتش، كان لا ما مش ده انت بدات تتكلم في بريتش من بريتش بريتش، كان عمرنا ما يبقى واحد بيصلح بره الان ولقي في تقسيم في واحد من هم عنده بحر مش كاتب بحر ازاي، ده ربنا علقني في التسليم ده كلام. مين ده سيركمفكس في مراجعة بتفهم وبالتالي انا جاي يبقى عندنا ايه لغينا مين ده سيركمفكس طبعا انت بتفهم مين ده طبعا اساسا. المين ده سيركمفكس تخصصه باختصار هيمشي على مين ده سيركمفكس من نص سنة مهمة الطرف. الطرف اللي هنا دي طرف قريت رخصة مني 1000 درجة. أنا ليه؟ اللي جاي ده بقى أولاد ميديا فاز اتصال. لما أقول في واحد اسمه ميديا في الكومبلكس فيمورال ميديا يعني ألف على ميديا سايد. تيجي من قدام لورا. يطلع من البروفاندا فيمورس أرض. ويمشي على ميديا فاز فيمور ويجي من قدام لورا لغاية نوصل على الباب تحت الجلد في القلب. قالوا أنت اسمه إيه؟ يعني اختلط عضلات الميديا سايد اللي هي الداكتيلوجيا والسوبريك قالوا لا الراجل ده ما بيحبش حد. هو يمشي جنب العضلات الموجود مش كده معايا. في عضله كان اسمها بيكتينيس جنبها الداكتيلوجيا فاكرين ولا لا؟ وراها عضله اسمها ستاكتوبريكس وراها عضله اسمها داكتيلوجيا. ثم هو ماشي يمشي جنبهم بمعنى لو بيكتينيس مش جنبها. لا البريبس مش جنبها، لا الماجنس مش جنبها. وده يبقى عضله تحركه من الناحيه الثانيه، يبقى هيمشي بين ست عضلات في ثلاثه ليرز. ست عضلات ثلاثة ليرز. أول ليرز سوبر سوبكتينيز، بص على البورد الثاني. اللي هيسمع دلوقتي العملية سهلة جدا، هيسمع هو مشكلته بقى. وأنت بقى من الناس اللي أنا كنت لسه بقول عليه بالليل قفلت ومش فاهمة، لف على الميديا سايد ورجع بره وده كذا وكذا وكذا، مش شفت بقى ماتش التعريف كويس، أنا أعرفهم لك دلوقتي أحسن منه. اللي عايز يبقى سوبر صحيين أقدر أسأل سؤال. الأرض الناس سميته بروباند. جاي من سمر. البصير قال لي تطلع منه برنش روك قال له الدكتور دي كانت السوس اللي بيكتينيس ما خدش باله ويرجع لورا دي بيكتينيس كان في عضله اسمها الدكتور بريد عضله اسمها ايه؟ الدكتور بريد. لو بصينا في الرسمه ديت انا عامل حاجه هنا قال لي بيكتينيس وسوس شلتوه لو شلت العضلتين دول الاقي عضله طالعه من الاوبتريت الفورم راجع لورا اسمها الاوبتريت اكستنت والخط اللي دي عضله اسمها الدكتور بريد. يعني ده الارت في الحته دي مشي في مين وبعدين هيمشي في مين بعد كده. اولا بالتنيز وراها الدكتور بريد وراها الدكتور ايه ميت. يعني لو حد فينا قال لي وصلوا لسه طرفوه من القلب دي بيكتينيز المفروض تبقى في لونجس اوريدي هو بيعمل دلوقتي والخضر دي تبقى مين بريد والورا دي تبقى مين ميت. لو حد ده قرر يجي من قدام الجنبار هيبقى مش جنبه دايما عضله من دول. طب لما بدا بين البكتينيز وبين دي اسمها ايه؟ سوماسنيز محدش مختار. لو رجع ورا شويه الاقي عضله اسمها اوتيريتو كستانجس وعضله اسمها الدكتور بيتش. رجع ورا شويه مين العضله اللي سميتها الدكتور ماجنس. لما يرجع ورا الاقي الدكتور ماجنس عميد يصير باين تمام. والعضله المربعه دي شفتها في الشخص اسمها والدين تستمرس خارج بين. يبقى الارض عشان يجي من قدام لورا يمشي من قدام كام عضله بقى. شوفوا الرسمه ديت ثم الرسمه ديت ثم الرسمه دي ودي كلها فيهم. اول ما بدا هيمشي من العضلتين مين العضلتين دول؟ سوس وبيكتينيز تمام. بص هنا بين العضلتين اللي هم مين مين؟ الدكتور بريد وبتيوريتو كستانس الخطه بتيوريتو بريد تمام. رجع ورا بين الكوادريتس فيبرس في عضله اسمها الدكتور ماجنس. عشان ياخد الميديا سايد من قدام لورا يمشي من دول كام عضله؟ سته مبسوطين في كام لير؟ ثلاثه. انا نفسي اثبت واحده لانك عارفها والثانيه حضرتك. اللي انت عارفهم ايه؟ الثلاثه لير اللي انت عارفهم كان بكتيريز وراه بريمس وراه مال فوق مش جنبه. حط لك بقى واحده سنيده كده مش كده لا السنيده قال لما يمشي جنب البكتيريز اللي سنداله فوق مين ولما جنب البريمس قدر ما اعرفهاش بكتيريز اكسترن وجنب المالنس قدر ما اعرفهاش سمارك ودريتس في الاسمر. يبقى هو مشي على ميديا فات خرجنا عضلات راجل فوق ده جاي من قدام راجع لورا طول ما ماشي ليه عضلات يقفل بين السبيس اللي بينهم لغايه ما يوصل للبيت وينتهي هنا ورا ويتقسم ديفرنشال. مين ارت ده سميته؟ ميديا سيركمفكس في مؤسسه اولاد ميديا سيركمفكس في اللي الناس اللي قاعده صاحيه ولا قاعده نص سنه لو انت اتفرجت الكفايه او مش فاهم مش فارقه معايا كتير قوي في الحته دي. انما لو جينا قلنا مع بعض الارت بتاعنا جاي لي لفت كده اسم الارت دوت ميديا سيركمفكس. هو اللي جاي ورا قدام اللي فوق ده اسمه استابلر. استابلر يا اولاد في نقش اسمه استابلر نقش.
السابيلر موتش ده بيبقى مقفول بليجمنت اسمه ترانفيرس السابيلر ليجمنت. الليجمنت ده لما بيركب بتدعى عليه بيحول الفورم بنسميها السابيلر فورم. عامله كده الفورم بتاعتي وهي بتفتح كده. انا بدي تكون ايه؟ نفسي اقول للطلبه في الفرقه والتوي ان انا حطيت الفيمر كده والناس صحصحت معايا امسك كده دكتور قد ما تقدر. وهنا الارض راجع من ورا قدام هدينا بنش طيب استابلر عن طريق حاجه اسمها استابلر فورم. ترى السابيلر فورم بتتعمل بمين؟ الليجمنت والنص ودخل الارض كده هنا. هلاقي ليجمنت اسمه ليجمنت الفيدر فيمر يمشي على سطحه انا ما اعرفوش. يبقى بالتالي انا عندي في ارض هيروح الاستابلر اسمه ايه؟ استابلر ارض. نسبة صحية استابلر بريد تو ذا هيب جوينت عن طريق فورم اسمها استابلر فورم. الطلبه اللي بتذاكر كويس تعرف ايه؟ عضة الهيب بون يا ولاد ما حدش سامحاني لو انا عملت كده معاكم ما حدش سامحاني دكتوريت الفورمي. هنا كان في نوتش اسمه يا ولاد استابلر نوتش بيركب عليه ليجل اسمه ترانفيرس استابلر ليجل. عندنا هنا في مرض بتبقى راكبه كده تمام. الارض اللي راكبه برضه اي ارض دوت اسمه ميديا سيركمفريس هيدي برينج يعدي كده ويخش ليه في مرض اسمه الارض اللي طالع دوت اسمه استابلر ارض اسمه ليه استابلر ارض اسمه ليه استابلر ارض اسمه ايه استابلر ارض. اصلا لما يرجع ورا الارض بتاعته اللي هو اسمه ايه الارض اللي راكبه ورا اسمه اللي هو عباره عن كبير اللي سميناه اللي هو ميديا سيركمفريس. الميديم في الكمبريس اداني استابلر بريدج هو جاي من قدام رجع لورا. طب لما رجع لورا هدينا ترانفيرس بريدج واسندنج بريدج. اسندنج بريدج هروح اجيبه فيما من ورا يمشي مع حاجه اسمها تندر بوزيتيف اكسترنس لسه ما عرفوش وهشوفها اسمه الصليب ماشي. اما ترانفيرس هاجي الترانفيرس اللي جاي من الناحيه الثانيه اعملوا مع بعض كده لما كده انا سموث. يبقى كان الميديم في الكمبريس رجع كده هدينا ترانفيرس بريدج واسندنج بريدج. ترانسفيرس صغير شويه مع ترانسفيرس الثاني مع واحد طالع كده مع واحد كده دول على بعض عملوا انسموز اسمه انسموز الصليب اللي هتكلم عليه دلوقتي. انا فاكرها يا جماعه اللي ماشي ده سميته بلاد ترانسفيرس بلاد اسمه بلاد ترانسفيرس بلاد في الكافيه سيرو. لما نيجي ورا هيدي ترانسفيرس بلاد واسندنج بلاد. طب قبل ما نوصل هنا كان ليه فرنش راح ليرجو اسمه السابلر برانش اسمه اللي هو كده السابلر. قال عندهم ثلاثه برانش في ثلاثه برانش متكونين بقى تمام مع بعض وهو جاي من قدام لورا في الريح هيحس بحاجه مش شطار قوي هيعدي بين البكتينيس والسوبر سميز تمام. بعد كده يعدي في العضلتين اوبتيريتيف اكسترنس وايه هنا يدينا البرانش. اول ما يعدي يدي البرانش اسمه السابلر يجي مكمل لورا يصعد بين العضلتين كوادريتس وادكتور مانجا يدي الترانسفيرس ويدي السابلر. السندنج يروح على النيرف فيمر من ورا هيشارك في كوتشيز اند سموزل وترانسفيرس هيقابل ترانسفيرس بس هيعملوا برضه كوتشيز اند الصليب عباره عن مين؟ ليمب فيرتيكال وليمب بالعرض. اللي هو بالعرض ترانسفيرس مع ترانسفيرس السندنج ده مركب قوي هنعرفه دلوقتي. انا بسال سؤال طلبه مشتركين قال اسم الارض دوت ميديال كومبلكس فيمر ارض. عايز احترم الناس صح اعرف يعني ميديال كومبلكس فيمر ارض ايه؟ قالوا ده بريد طلع لمين يا ولاد؟ من البروفاندا فيرس. قالوا عمل ايه؟ رجع لورا دخل بين عضلتين اللي هم مين ومين؟ سوس وبكنيس اللي هم فلور في مارترين. لا عضله ثانيه اسمها اوبتريتيف اكسترنس وادكتور بيف عدى بين. لا عضله اسمها ادكتور ماجنس وعضله ما اعرفهاش حبيت اسمها كوادريس. اللي ما ذكرش خالص يسمي الثلاث عضلات عشان ما ينساش. ايه هم الثلاث عضلات؟ بكتيريس وبريفن وماجنس اللي انا اعرفهم مرسومين قدام الورق. اسند لهم عضله جنبهم لما اعرفها بقى مش المفروض انا عارف الاولين هي سوس جنب بكتيريس الاثنين مش عارفهم. لما رجع لورا ولما رجع لورا ادينا في طريقه قبل ما يوصل لورا استابلر بريد. لما رجع لورا ادى السندنج وترانسفيرس. السندنج بيروح لاني جوينت هيب جوينت وادانا ترانسفيرس والسندنج دول بيشاركوا في حاجه اسمها انا سموت الصليب اللي اسمه تورشين انا سموت. انا بشوف انا بس اسال مين الارض ده سميته ليه؟ ميديا كومبلكس كيمي. الناس اللي عندها دم وضمير وقربنا كده الحمد لله اسال سؤال لطلب المعلمين بتوعي. لو سالت سؤال زي كده قلت لكم ولاد المنظر ده في الصوره ديت الارض ده فيمر وده بروفانتا اللي رايح هنا ده الامين ميديا ماشي من عضلتين. مين العضلتين دول؟ صورت بكتيريا ولو رجعت ورا يمشي ورا ورا ورا. طب مين اللي ماشي ده؟ ترانسفيرس. طول عمري بحفظ الطلبه بتوعي وانا حافظ كده ان لما فرق بين برنشات اللاتر وبرنشات الميديا ده ليه اسندنج وده ليه اسندنج وده ليه ترانسفيرس وده ليه ترانسفيرس وده الجوينت وده الجوينت. الميديا اللي هي الجوينت استابلر بريد واللاترال ديسندنج للنيل مش كده دلوقتي. ما لو انا بظبط مخي كده حفظايا اقول لنفسي كل واحد انت كام برانش؟ ثلاثة. ايه الثلاثه برانش بتوع كل واحد؟ ده ده اسندنج وده اسندنج تمام تمام الحمد لله. وترانسفيرت وترانسفيرت وده مفصل وده التاني. ده ايه ده مين؟ الهيب
استابلر برين وده الني ديسندنج برين بربطهم رابطه كده في دماغ الخط بخط في السنه الاولى مش كده ده مين ارت ده سميته بليت اللي هو مين ده سب كومبلكس ده سميته بليت لا ده سكتين هذا الكلام ارت ارت ده الدكتور بيكمل ترجمه البروتان حاجه مخطط فات ما جربش البروتان ده مين الا العضله دي مين العضله اللي دي اسمها الدكت لونج همشي دي بلا انا بمشي دي بلا همشي على البريتس وعلى مين على المانجا عشان بتطلع منه برانش اسمها بيربوريتنج برانش اسمها ايه؟ بيربوريتنج برانش الناس اللي صح هي البيربوريتنج برانش بتلقى برضه تفهم العضله دي هي عضله تفهمها دي سميتها اللي هي الدكتور مانجا وتوصل على البيت كم بيربوريتنج برانش لما كده واحد اثنين ثلاثه هو الرابع واحد اثنين ثلاثه هو مين؟ الرابع يبقى فيرست بيربوريتنج سكند بيربوريتنج فين الدكتور مانجا في الرسمه دي كده؟ ايوه الدكتور مانجا ده بصيت فيها لو حد فينا قال لي ده الميديال سيركمفرنس لو حد عارف ايه المنقط ده وليه منقطه كده ومين يطلع ده يبقى مين السنس والكامل ده مين ترانسفيرس لو قلت لي اللي جاي قدام دوت ترانسفيرس جاي تمام البرفورتنج ارت كم برفورتنج ارت لي اربعه خرم الانسيرشن بتاع عضله اسمها الدكتور مانجا ورقم واحد اثنين ثلاثه اربعه تمام بيعملوا مع بعض الاسموث على الباك بتاع الصاعد تمام الاولاني لاسندنج برانش الاسموث الصليب والاخير هيدي الاسموث برانج مع ارض اسمه بوبليتيال ارض ارض اسمه ايه بصوا الرسمه دي الله الرسمه دي اسال سؤال هي عجل الباب اسالكم مسمين ارض ده فيمر واللي طلع منه ده اسمه رفانتا واللي جاي ده اسمه لكن تمام اسال سؤال البروفايل ده فيمر كيف بيش راح ورا اسمه فيرست بروفريت وسكند بروفريت سيرد بروفريت هو نفسه الرابع البروفيت العضله دي اسمها العضله دي سميتها الدكتور مانجز انا بس الدكتور اللي اتكتب البروفريتنج ارت دي بتعمل انسمولت اتش اذر ار الفيرست بروفريتنج ليه اسند يقابل مين الترانسفيرس ترانسفيرس طب مين الثلاث ده كان اسمه اسندنج برين دول كلهم بيعملوا انسمولت اسمه انسمولت مين الصريف اللي هيرجعوا كمان ده لسه ما شرحتوش كل واحد في البروفريتنج انسمولت معقول بداية الرابع بنسمود مع ارض مين ارض ده سميته ديل وبيت الارتري دي ماسكولار بيج بيعملوا مع بعض انسمود كل ده جراحين الاوعيه الدمويه بيقولوا في اوجات لونجتيودنال انسمود على الباك اوف ذا سايد مين اللي عمل لونجتيودنال انسمود ده تبادل الكورتين لغايه البوبليت الارتري ده وعمل عمال تعمل لك كونكشن مع بعض في نفس الكلام الناس اللي عندها دم وضمير ادرس السؤال يبقى الكونفاندر فيمورال ارت اداني ايه بقى الكونفاندر فيمورال نقدر نعيش مع بعض ايرور الكوب برفانتا فيمورس اداني ثلاثه بالكمبليت ومين ده بالكمبليت وثلاثه بالفريت اللي هو مين الرابع الناس اللي بتذاكر ما بتلعبش ما بتزوقش الحضرات على السؤال او بتاكد الانتظام لو انت عرفت انكم صاحيين وطلبت قلت كده ولاد طلبوا الشطار بتوعنا قلنا لهم كده اللي عارف كده ولاد لو انتوا صاحيين معايا هذا ده السايد بتاع واحد فينا عاملينه كده ده صاعد قال مين العظمه اللي بتبقى هي واقفه مش بتبقى مين فيما انا في مره رحت كده يا دكتور وعليها عضله كبيره لازقه كده اسمها العضله دي الدكتور مجد كان فيها من تحت فتحه اسمها الدكتور هيت الناس اللي صاحيه تعرف ان في عضله اسمها الدكتور بريد الدكتور بريد الدكتور بريد الدكتور ايه ولاد بريد الدكتور بريد دي بتاعتها بيلاقي قدام عضله اسمها ولاد الدكتور لونجس اسمها ولاد الدكتور لونجس عامله كده الطلبه اللي حضرت المحاضره اللي فاتت قلنا مع بعض ان الارض بتاعي اسمه فيمورال ارض تمام فيما عرض ده نازل كده اداني بالبص اللاتر برانش اسمه بروفاندا لفت نزل لما لقى العضله دي مش الديب لها اللي هي اي عضله لونج فمش على عضله اسمها الدكتور بريف وكمل تحت مش على عضله اسمها الدكتور مارك وخرجها ورجع ورا طب هو اللي نزل من فوق ده ادى بيرفوريتنج وبرفوريتنج وبرفوريتنج كامبرس وبرفوريتنج طلع منه اللي هم ايه ثلاثه هو بقى مين الرابع كم بيرفوريتنج ارت كده اربعه فول برانش من انهي ارتري بروفاندا فيمورس ارت بيطلب العضله ميل للمجرى ما عمل في النص كده بس رجعوا ورا لما رجعوا ورا قال لهم عاملين مع بعض ايه على الباك وبتدنا الانسموز يا بقى انا وافقت كده وسالت الجارة بتاعته كده عمال اتحكم بس ده مستبعد لو خدت واحد بصيت عليه من ورا كده لقيت انا راسمينه هنا على الكورس ده هسالكم سؤال دي عظمه كده مين عظمه الواقفه دي تبقى عظمه مين يا ولاد سكه واللي جنبه دي عظمه اسمها هيب بوت الله لو جنيت هم عملت كده دي في مار الله لو جنيت هم عملت كده افترضت ان صحيين ودي في مار من ورا وسالت سؤال مين العضله بتحطها هي دي اسمها الدكتور مان لو قرنتها دي بتبقى مين الدكتور هيت لو عملت لي فورم كده فيها الله لو جنيت هم وفورم 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 قلنا مين ارتس اللي هيجيبهم لو انت مع بعض ولا لا ارتس اي واحد ده اول بيرفوريت وده اي واحد تاني والتالت ورابع طب مين الارتس
دوت كان فيمر اسمه كوبليت. ده الارض جاي من هنا، ده اسمه ميديا سيركمفليكس. كان بريتش اسمه اسيستنس وبريتش اسمه اسيستنس. نكمل ايه؟ ترانسفيرس. مين اللي جاي من الناحيه الثانيه؟ ترانسفيرس. عامل ايه؟ انستمودس كورتيس انستمودس. الناس الصحيه الفيرس كورتيس ده اسيستنس جبريل. وبيعمل بعض يعمل مع بعض جولات انستمودس. والاخير كونكتد مع مين؟ ماستر اوف كوبليت ده. وده الارستين الارستوز على البنك بتاع مين يا ولاد؟ السايكلون ده سالي وقت. مش الكلام ده يبقى بالنسبه لي ده انهي ارث ولاد؟ بروفايل. بروفايل حاجه مش شطار قوي. الاربعه البرينتنج بص من اكبر سنه بتقول لنا ايه؟ الاربعه البرينتنج هذه العضلات اللي عندك ماستر اوف برينتنج طبعا. ويعملوا مع بعض انستمودس. وكل واحد ده حاجه سبيشال ما عدا الثاني. ايه الاولاني انت اسندنج للكورشيه والقديم الخارجي انت ديسندنج للبيت الارض. والتاني هو اللي بيدي نيوترونز بتاع الفيما. ايه رايك في دي نيوترونز وفيما؟ والتالت هو البرنشات سبيشال. الحمد لله. يبقى كده لما اجي اقول كده بيني وبين نفسي الاربعه بروفريت رجعوا بعض. عمل ايه الاربعه بروفريت؟ قلت المصري بتاع ده الاساس. ما هو الراجل يصلي العضلات دي حاجه. هيعملوا مع بعض كلهم انسوز. كل واحد يجيب بنش انسوز معكوس. ده القانون عليهم الاربعه. انا بس الاولاني اللي فوق هيشارك في الكورشيت انسوز. والاخراني اللي تحت شارك في ماسكا برينش مع دوبليت الارض. مش كام ده لقى. والتاني يدي مين؟ النيوتر بتاع عضلة اسمها فيما. مش كده بس تتفرج على فيما في البيت تاني هتلاقي ليميا اسبرا جنبه النيوتر الكورة بتاعتها. مش كام ده لقى. والارض بيبقى النيوتر جاي من انهي بربوريتنج من السكند بربوريتنج. مش كام ده لقى. التالت ما عملش حاجة سبيشال لنفسه. في نفس الكلام ده مين العضلة اللي في الارض ده اسمه بروفاندا فيزريشن. نبدا بقى الكورشيت انستمون. طبعا انا اتفقت النهارده واتفقنا اللغه اللي فاتت وهتفرق طول حياتي. إن كان الكتاب المفروض يشرح كورشيت انسموز هنا من سنين. عشان انت وانت بتذاكر في البيت لو بدات كورشيت انسموز قبل ما تبقى قريت يبقى هاجي اسال سؤال انت مش فاهم خالص. عمال تحفظ حاجه مش عارفها. بص كورشيت انسموز ده اولا انسموز ده موجود على الابر بارت بتاع الباكو بتاع السايد. يبقى على الابر بارت بتاع الباكو بتاع السايد او من جلده في الكانتر موجود انسموز. اسمه الانسموز ده كورشيت. مين يعمل كورشيت انسموز؟ قال اه الصليب. اولا الصليب يبقى لازم بالعرض وبالطول. بالعرض هتحط مين؟ هتحط بص ترانسفيرسال والترانسفيرسال بتاع الميتال. ادي العرض خلص الاسنت الفيرتيكال. قال الفور اسنتنج ترانسفيرسال فور بريد واسنتنج بتاع مين؟ الميتال. واحد يجي بص كده استحمله ولا ايه؟ ده كلهم بروفاندا فيمس. انت ما جبتش حط المره بس. انت عامل انسموز مع بعض كده يعني وعامل لي انسموز بي؟ قالوا لا في واحد اسمه انفيرو بريتال ارت. انفيرو بريتال ارت ده في بروتيل ري. الفيربروتيل ارتري ده جاي من تحت الباير بورتس. الفيربروتيل ارتري ده هيدينا بلانش يروح من فوق كده. يعمل الاسن ولولا ده كان الاسموز ده الاير هبل. مش الكلام ده لا. يبقى لو نسيت البلانش جاي من الفيربروتيل انت بتضحك عليا. وانا كل اللي قلته ده اللي فايده. مش الكلام ده اللي انت بتقول ايه؟ يبقى بالتالي يمين جدا ان البلانش ده انت اسمه اولاد ديسندنج بلانش. جاي من انهي ارتري؟ الفيربروتيل. محاضره من المحاضرات بقى الناس صاحيه كنا قلنا مين في اورطه متسم بكومن ايجر وكومن ايجر وكومن ايجر اكسترنال والانترنال والثانيه ده يخش بيلتس بيلتس بالانتيرو والسير الانتيرو بروتيجر من انتيرو ديفيجن ده عمل حاجه تطور في الطارق بقيه ما يسمعوش بنقول لهم ايه؟ هل الهيب بومب بتاعتنا موجوده كده ولا مايله كده؟ تعالوا بقى نشوف اللي جاي بس يا ريت تطلعوا كده مره في حاجه مهمه كلنا عندنا شريان كبير اسمه اورطه. اورطه ده لو نزل من فوق لتحت يتقسم في اتنين كومن وكومن. الكومن انت اكسترنال يبقى فيبر والتاني يخش البيلز. التاني لما تيجي السنه الثانيه بتقسم الانتيرو ما فوسيلو. يعني لو عملت القلمين دول يبقى ده الاسود والاحمر يبقى مين انتيرو مين فوسيلو فيهم؟ الاحمر يبقى مين؟ والاسود يبقى مين؟ فوسيلو. طبعا الكلام ده مين وشمال انا عارف انك بتفهم احسن مني بس هقول كده. اللي جاي بقى للعبارة واللي بيفهموا عن الفهم هعملهم كده. قالوا دكتور بس البلبس مش كده البلبس بادي. فيبقى مين اللي يدي الانتيرو بروتيل ارتري؟ مين يدي السوبيرو بروتيل ارتري؟ قالوا الانتيرو بروتيل ارتري ده جاي من ايه؟ من انتيرو ديفيجن والسوبيرو بروتيل ارتري جاي من ايه؟ والسيرو ديفيجن. تاني يبقى انا عندي البلبس بتاعنا كده ولا مايل كده؟ مايل. افترض انه مش مايل وقلت الانتنا يجي لك ارتري اتقسم لاثنين انتيرو وبوستيرو تسحب الاثنين انتيرو وبوستيرو. انا دكتور لو هم واقفين كده كان يبقى ده انت لما ايه كنت اسحب الانتيرو وبوستيرو. انا بس البنت اثنين ميله كده يبقى فين الانتيرو تحت؟ هو اللي يطلع منه ارت يروح لورا اسمه انتيرو بروتين والبوستيرو بقى فوق. هو اللي يطلع منه ارت اسمه سوبيرو بروتين. اما انا تاني اسال سؤال طلع الشطار بتوعي
يبقى لما انت عرف تيب تي انتيروجوريتال ارتري ده برانش الانتيريور ديفيجن بتاع مين؟ انترنال ايليا. انتيروجوريتال ارتري لو حد قرا الجوريتال ريجن من ارض الثلاثه الخطه المتحركه الجايه ان شاء الله نتفق مع بعض ان انتيروجوريتال ارتري ده برانش من الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايليا كارد. وكنا في المحاضره اللي فاتت اللي الناس زوجت قاعده في البيت كنا بنقول ايه مع بعض الناس الزواجين قلنا للناس الصافيه ان عندنا في جسمنا شريان كبير في بطن اسمه الشريان ده اورطه وقسمته كم واحد اثنين كومن وكومن ورجعت قسمت واحد دخل فيلمس انترنال الرجال اللي هو اسمه اكسترنال انترنال واي اكسترنال وانترنال ده في فيلمس اسمه كامبريتش انتير واي فصيل انتير فصيل اللي حضر معايا البلبس مايل فلما مال البلبس هما كان المفروض يبقوا كده مال البلبس مش تفضل مماله مين اللي بقى تحت دوت الانتير ومين اللي فوق ده السوبير فالانتير لو انت بريتش خرج بره يبقى انتير جلوسيه والفصيل لو بريتش رجع ورا يبقى مين سوبير جلوسيه بالتالي كده واخد في ذهني وابقى موافق على ده كامل شطار ده ان شاء الله باذن الله. ارجع استرسال ده مين الاسمود ده سميته ليه؟ فورشيت اسمه ليه؟ فورشيت هي الاسمود تاني اسمه ايه يا كلاسمود؟ طبعا الكلام ده ليه؟ الكلام ده ليه في البلاد هي يعني ده الاسمود ده بتتكلم كده. انا اسال بقى سؤال طبعا المعلمين عند ده مين ده؟ اللي يقدر يقول لي مين ده بقى؟ ده صايد. ده مين الصايد ده؟ Anterior superior leg spine اسمه ايه؟ Anterior superior leg spine قلت تجاره اسمه ليه؟ Anterior superior leg spine. الناس اللي عندها سطح الرئة الأرض ده كان اسمه كستانة إيليا. ولو دخل بقى يبقى اسمه فيمر. كستانة إيليا كي بريتش اسمه ديب سيركمفليكس إيليا. ديب سيركمفليكس إيليا. روح على Anterior superior leg spine. ديب سيركمفليكس إيليا. أنا لسه أسأل سؤال. حد عمل ديب سيركمفليكس إيليا في أي حتة في المنهج؟ كان في الثوركس في ارتري اسمه انتر ميموري كان بيتقسم السوبير الجاستريك وماستروبيني وماستروبيني كان بيتعمل اسمودس مع السندنج بريتش بتاع الارض ده طبعا مش مهم خالص بس انا قلت هحكم مع ده بشوفه من غير مذاكر انا ولاد لازم تكون بتضحك في البدايه كنا قلت اثبتهم انا عارف بس اللي مات ده ايوه ايه؟ اه يلا اللي عارف ده بقى طنش طنش ما بدايقكم بس عشان احط عشان اضمركم ده كتير ايه ده مين ده ولاد الفيلم عارف ده ليه بريتش مش براكت اسمه البريتش ده سوبرفيشال سيركمبلكس ايه وده ديب سيركمبلكس ايه البروفاند من خمس دقايق ليه بريتش راح في السيميلات او سيركمبلكس الثاني بريتش اسمه ليه السن كل دول روح عند الانتيريور سوبرفيشال سباي يعملوا انستموزس اسمه ايه انستموزس انا دكتور بدينا واحده اللي في الاكسترنال ايه يجيله من بره برانش من السوبير جلوتيل ارتري يعمل على سموز معاهم عند الانتير سوبيريك سباين الانتير سوبيريك سباين هيحصل عنده على سموز اسمه اولاد الياك على سموز اسمه اولاد الياك على سموز ونسال سؤال للطلبه الصحيين الناس اللي بتذاكر بس قوي قوي انا واخده كده الحمد لله الراجل ده مسكت الفيمر بتاعه كده مسكت الدكتوره بتاعه ولا هو نورس هنا اولاد عندنا اللي انا ببص من ورا السوبير جلوتيل ارتري هتشوفه جلوتيل ريجن اباب البايبورت سوبير جلوتيل ارت هنا ليه سوبرفيشال وديب ودي برانش روح على الانتيريور سوبيريك سباين ده السوبير جلوتيل اللي تبع انهي ارتري تلاقيه قال طب الفيبر ارت قدام فيبر ارت قدام تلاقيه برانش اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس اي والاكسترنال اي كي برانش اسمه ديب سيركمفلكس اي والبروفايل ده ليه برانش اسمه اسندنج من لاتر سيركمفلكس اي معلش الدنيا كتيره بس بص كم ايه كان اسمه انا اقول كل واحد بص يامن لي عليه يبقى في ارسموس اسمه ايه كان اسمه ايه كان السمود ده مكانه فين؟ عند سباين اسمه انتيريور سوبيريور سباين. مين اللي بيعمله؟ اير برانش من السوبيريور جلوتيل اللي تبع الدوسير ميجر في السنه ايه؟ بيقابل مين بقى؟ كل اللي هقوله دول تبع السنه ايه؟ ازاي؟ السنه ايه في برانش هو جوه بطني اسمه ديب سيركمبلكس ايه؟ السنه ايه؟ السنه ايه ده هيبقى فيمورال. ده ديب سيركمبلكس ايه؟ اما الفيمورال ده اسمه فيتشر سيركمبلوجيك. السنة الرئية في بطني ده على الديب لما بقى بره تحت الجلد في السايد ده اللي اسمه مارفيش اللي بقى بحبه. بدأنا المحاضرة قلنا في ارت اسمه لاتس كومبلكس فيمر في البروفاند انت برانش اسمه بلاد السن ما قلتش ولا حاجة قالت اسماء ايه كان اسمه؟ مين يعمل ايه كان اسمه؟ انا اسال سؤال بخمس جنيه دلوقتي ممكن تخليها 50 جنيه لو الدكتور قال لي لا مش كده لا صحيح اقول لك ايه؟ سؤال ب 50 جنيه ده تعبانه مش كده بلاش اسماء كتير هقول له ايه؟ ايه ده؟ انا لو جبت هدي لو جبت هدي 50 جنيه ايه؟ هنا لا 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 السنه الاولى واللي احنا لسه اه صح صح بقى الجيم شوت بص بقى
الحصاره كلها. ترى الطب ده يهودي يهودي على فكره، مقنع محجب بصليب كده يهودي ماسك في الارض كده والله. يعني يعطي الفلوس اهو كلام طبيعي مش كده؟ فاحنا مع بعض بصراحه. المهم يا عزيزي بس رفض ليا وبتاع لازم الناس تستر الله تبارك. بعد كده الاولاد قالوا يعني دول كانوا اروح وانا بعد كده الاولاد الايديا كريسموس. الايديا كريسموس ده طالع ازاي؟ قالوا دي سركمفلكسية ده برنس في السنة ايه راح شارك فيه. اما بالنسبة للتمرة ادانا اللي هو امتداد سوبر فيشا سركمفلكسي اللي كانت لو اتظبط لو بكرة. الاكسترا ايه هو جوه ادانا دي. لما طلع بره سوبر فيشا الفيمورا ادانا سوبر فيشا. والبروفاندا اللي هو ادانا اللاتر سركمفلكس فيمورا ادانا السند اللي برنش. كل دي حاجة واحدة. يجي لهم السوبيري بروتين اللي ورا برنش. السوبيري بروتين ده تبع انهي ديفيجن؟ والسير ديفيجن او انتنا ايه؟ يبقى ده اكتر انسوب بتنين مين ومين اولاد؟ انتنا ايليك واكسترنا ايليك، صح الكلام ده؟ لا تمام. في حاجه بقى مش موجوده في الكتاب اسمها تركانتريك انسوب، وان كان اكيد بلحظتها في لحظه من اللحظات. عند جريت التركانتر بتاع الفيبر من ورا في انسوب سهل جدا. انتوا عارفين الميديا سيركمفلكس واللاتا سيركمفلكس كل واحد ليه اساس اللي فات. بيطلع منه فروع وتروح على نفس الجريت التركانتر. كان في فصه كده في الفيبر من ورا جوه اسمها تركانتريك فصه لو ذاكرنا. تروح على الحيط. والسبير بروتين والتير بروتين الدوبريش كل دول يتقابلوا عند انهي في الفصه التركانتري الفصه. يبقى لو حد فينا صاحي في مره واقفه كده الميديا اللي رايقه كده ليه اسندنج بنش مع الفرق واللاتر ليه اسندنج بنش مع الفرق. خد يا جماعه السبير بروتين اللي فرق والتير بروتين يتقابلوا عند مين يا ولاد اللي ليه في التركانتري الفصه. الثلاثه على السموث دول اللي هم بيتم ما بيتمش التركانتري الصراحه. انا ما عايز اسال سؤال، الانسموت دي تعتبر انسموت من اكسترنا ايلك ارت من انترنا ايلك ارت، ليه؟ الثلاثة دول يعتبر كونكشن بين اكسترنا ايلك وانترنا ايلك، جاوبوا لي بالذات سؤال ب 50 جنيه ب 50 جنيه لسه. انا اولاد بص نبص على كل انسموت بيني. انا عندي ارت اسمه انترنا ايلك. ليه برانش اسمه سوبيريو بروتين، برانش اسمه اولاد انترنا بروتين. لو انا جيت سالتكم سؤال مش خاص يا جدعان فيه. واحد جات له جلطه هنا بس محط سرحان جلطه في الارض ده في الاكسترنا ايليا كارت هنا هل الدم يقدر يروح للور ولا ما يقدرش؟ ازاي الدم يروح للور لو عندي جلطه هنا؟ اكسترنا ايليا كارت ده كامل ده اسمه فيمور والفيمور ليه برانش اسمه بروفاندا الجلطه قفلت الاكسترنا ايليا يبقى الفيمور فاضي والبروفاندا فاضي يبقى برانشاته فاضي مين اللي هيبدا الدم؟ عرفت صور بالله انتل ايك الاورطه نازل كده انتل ايك هي بعد الكروشيت انستموزس او ايك انستموز او تركانتريك انستموز يملوا مين لو بعد كده؟ بالعكس يملوا انهي ارت يا ولاد البروفاندا والفيمورال والتيرس الفريش يبقى احنا في الجراحه ببلاش ولا تكتبوا الايه الاولى في الجراحه عندنا سؤال لو واحد جات له ضغطه في الفيمورال اكسترنا ايك ارتري هتعتمد على مين في السيركيليشن بتاعته؟ بقى يبقى لو جت لي جلطه فيه هعتمد على مين بقى بعد كده؟ انا كروشيت انستموزس ليه كروشيت انستموزس؟ انا كروشيت ده معمول من بروفاندا وبرانش من السوبيري بروتين. طب انا لو قفلت اكسترنا ايه؟ هل بروفاندا ده فيه ده؟ قالوا لا. هل برانشات فيها ده؟ قالوا لا. يبقى كل اللي راح منه ان كروشيت انستموز بقى فاضي. انما مين اللي جايب لهم ده؟ السوبيري بروتين يملاه يملوا البروفاندا يملوا الفيمورال والنور التبقيه كانستموز. ايه كانستموز مين اللي عمله؟ قالوا اللي هو برانش من الاكسترنا ايك وبرانش من الفيمورال وبرانش من اللاتر سيركمفلكس انت قافل هنا. هل برانش الاكسترنا ايك ده بقى فيه ده اللي هو ديب سيركمفلكس قالوا فاضي. السوبرفيشال فيه ده قالوا فاضي. اسندنج فيه ده قالوا فاضي. انما برانش الانترنا ايك اللي جاله هو السوبيري بروتين هو اللي فيه دم هيبلاهم يجيبوا دم بالعكس مش كده لا وزيهم في التركانتريكا بس التركانتريكا سموزس للشطار بس مش الغلاب ده موجود ورا على الفيمر عند فصه اسمها تركانتريك فصه هنا. مين اللي هيعمله؟ السوبير بروتين هديله برين والانفير بروتين هديله برين والسندنج بتاع اللاترال والسندنج بتاع ميديا كملوا على سموث اسمه ايه؟ تروكانتريك على سموث. يبقى طلابنا الشطار عارفين في سموث ثالث اسمه تروكانتريك على سموث ده ورا عند فصه اسمها تروكانتريك فصه بيسونا جدا هو مش صعب حفظه هم عمال من اسندنج اوف باسندنج اوف مش كده لا طب لو واحد جاب له جلطه اقوى من البروفاندا مين هياخد السيركيليشن؟ واحد جات له جلطه اوسع من البروفاندا. طيب؟ ايه اللي بتبدا ده؟ في حاجه اسمها اللي بتبدا؟ هل طبعا يا بطل ايه؟ ايه؟
الايه؟ اللي تحت مع الامريكا مش كده لا اللي قالوا لها الدولات مش كده ثانيه جريتر تاكانتر ايوه هي قالت هي عبيطه قالت وايه تاني؟ هي قالت حاجه ثانيه ولا في حاجه ثانيه عشان 56 جنيه طبعا الرسول ده صح 100% اللي عنده دلتا انا في 50 جنيه الحمد لله والله انا وليه كبير مع بعض اللي جات انا عندي دلتا بس هو بلاش بحت انا دي 50 جنيه نص اه زكي يعني بس هدفعها بس فكرني بس قبل ما اسافر اصلا اسافر انا لو كده في البيت يصدوني بعد كده وليه؟ اولا طبعا الناس اللي صاحيه هي صاحيه تقريبا انا الرسموز اللي عندنا وليه ما معيش بس ايه؟ انا اخد سجنتي ما صحش مش مقام يعني 20 جنيه تمشي وبتبدك عليها 50 جنيه ممكن يكون عليها 20 جنيه 50 جنيه تتسأل ايه ده مش فلوس انا اسال سؤال المره الجايه بقى لما افتكر 50 جنيه معاك انا وليه اصل معايا كلها 1000 جنيه مجمده الصراحه اللي عندي ده وليه؟ نسمع الجاي الطلبه دول معلمين معلمين اللي انترست في الله اكبر 50 جنيه فعلا دي بس انا ليا انا معايا 50 جنيه انا وليه؟ الناس المعلمه في التفكير عشان كده صممت اقول لكم اللي قلت لك اسمه ده في اسمه تاني اللي هو الديستنج بتاع لاتر سكابريكس كاميرا الناس اللي قاعده صفحه كان نفسي يطلع منكم وانا كنت سعيد جدا ده الصايد السايد بتاعي هنا في ارض في الارض اللي جايه بس سميته ليه؟ فيمر الفيمر ارض اللي الطلبه الصحيحين اللي كده ادانا بروفانت والبروفانت ادانا لاتر سيركمفريكس فيمر ان ديسندنج وترانسفيرس ديسندنج الديسندنج ده راح انا سموت جراوند دي يوصل الارض بوبليت الارض وما شابه طب انا جبت جلطه هنا جلطه هنا يبقى الفيمر نزل ده فاضي ويبقى البروفانت الارض اللي تحت فاضي فالدم هيخش كده ينزل كده يروح انا سموت بتاعه نفس الكلام لو انا جبت جلطه هنا يبقى البوبليتيال ده فاضي البوبليتيال ده فاضي البوبليتيال ده فاضي يعني انت قافل هنا قال يعني برانشات وفضل قالوا فاضي انما البروفان ده مليان والبروفان ده فيه بروسبريسنج وصل الدم يبقى اللي عنده اوبستراكشر انا لسه بفكر عشان لما اسال السؤال اهدى لان انا قلت ان الاوبستراكشر اعلى من البروفان ده يبقى البروفان ده فضل يبقى برانشات اللي راحت في اي رسموس فضل مستنيه دم من فوق للسوبير بروتيل او الكيرو بروتيل ارقى من البروفان ده البروفان ده غني ما عادش اقول كروشيت انا سوز هو اوريدي البروفان ده كويس مش كده هو شارك في كروشيت يبقى هي المشكله بقت فين؟ او طب البروفان ده او طب البروفان ده بقى البروفان اللي فيه ده هيرسموز مع مين يديهم ده مش كده لا فاهمين حاجه ولا مش فاهمين يبقى امتى بعتمد على الاسموزس يبقى تاني عشان ابقى دكتور على فكره في سلسلتنا الكلام ده بيرجوه احسن مننا كده 1000 مره ان في امراض التسلق الشرعيين بتصيبوا رجلين الانسان اكثر من دراعه على فكره كان عيب يبقى عملوا له عمليه دار توسيع الفكره بيوسعوا الشريان دلوقتي 70000 جنيه على فكره مش كده لا يعني الفيبر ارت ده بيتوسع عمليه توسيع من 50 ل 60000 جنيه والله ارقام فلكيه يعني انت تربط ستنت الصبح تروح تعمل لك عمليه توسع العيان الشريان وكده تروحه واخد منه 50000 جنيه او 60000 جنيه وترجع تقول لك كليه التجاره وبيعينوهم اول ما بيتخرجوا وبيعملوهم يقول لك الطب وحش طب وحش مين انا مش عارف الطب الوحش اللي هم بيطلعوا لنا بدع ده احنا احسن منهم 1000 مره على فكره واللي يكلمك كده ما تديلوش بدع حتى مش كده مش الدكتور خالد ازاي هو خايف الدكتور خايف هو مستاذ انت كان معاك 1000 سنه لما ما لحقتش مش كده لا كان شرط بس خايف المهم نرجع نقول مع بعض اللي قريته دوت كان معانا البيت يبقى عايز اسال سؤال يطلع شطار لو انا قاعد ابقى اعلى من البروفاندا او افضل من البروفاندا ده بتفتكر ولا لا؟ اعلى من البروفاندا يبقى اعتمد على مين؟ على كروشيه وايليا وتروكانتريك ارسموس اوقع من البروفاندا اعتمدت على ارسموس اللي هو الليبتين اللي قريته على بعض التصاير هم الناس قريته كتير هنا قاعدين بس هي اللي بدات صراحه وده مين كمان لو ما كده اللي هو اللي انا اضفته اللي هو السيلنج مع الني جوينت يبقى كده عملت على كام ارسموس؟ اثنين كده ضمنت ان الدم ينزل اللي هو اللي مش كده طب انا شفت العمليات اللي بتؤدي لتوسيع الشرايين او تزيد السيركيليشن او تحسين السيركيليشن من البيت بس او كده عمليات كتير جدا وفرصه كويسه جدا الصراحه مش كده يعني القعده دي هتجيب فلوس كده ده كلام رحت سميته ليه؟ فيمر ارت عندنا شويه بقى طبعا ارسمول دي لايك يور نيم ارسمول دي لايك يور نيم لان ما حدش ما ذاكرش انا كنت قايلها ولا انا قايل عليها ربنا مش في كده ويتشهد هل تعمل فوق مش كده؟ قالوا ليه؟ لا ما لقيتش خالص والله هديك 20 جنيه بقى وتبدل نصيبك يعني بدل ما الارض ايه؟ انا؟ لا لا بقى صح انا ونادية عندنا بقى الناس الصحية اه والله يا سمدان
فرنسيين ولا فرنسيين جنيه ولا مصريين؟ أليس هو الاسم كده؟ إيه؟ هدير؟ إيه؟ هدير؟ ثانك يو. بس شفرة ودكتور مدحت. بس شفرة تاريخ 13 يوم كويس أول 24 ساعة فلوس. إيه؟ أنا مريض جدا، أنا مريض. العدالة تسلم، يلا كمل. عندما كده في كاتبين ابلايد اللي هو بتاع الدفع دوت بيقولوا فيه ايه؟ طبعا انت بتبص كده عبيط طب يقول لك لو الاسمنت ده مهم لو حصل كونستراكشن ده اللي بيعدي دي اخر نقطه لو في يمرت من اللور ممكن ادوس على الايه؟ ثم ارك من الورا اضغط على ناحيه تاني فص على اي حاجه سوبي بيبي كليمز الناس اللي بتاكل كويس تعرف كده الراجل واقف كده الفيمر ارك كان جاي من فوق داخل اللي هو نمت طبعا هنا في سيمبلز بيبس وانتيريور سبيس فايف في نقطه اسمها ميت انكوير بوينت اتفقنا ليه؟ الارت نازل كده ده مين ارت نازل ده سميت سمر طحن ضرب سكينه بدا انت عايز وقت نضيف انا كده غطيت الفيمر ارتري هنحمي يا اولاد السبير بيبي كليمز كل ما تضغطه كده جامد على تنقله تعمله مين بعد كده تصب الهيمر مش قادر اطلع كانت بين الجمله تصب هيمر من اللور اضغط الارتري هنا في الارض طلبه هنا الصحيين لو حد استرحل بص كلينيكال طبعا كلينيكال ده مش شتم يعني ده فور يو قال لك ان اوردر تو ارست ارست يعني ايه؟ توقف ارست سيفير هيموريد في اللي هو نيم وي ماست بريس لازم نضغط فيمر ارت اجينست سوبير بيبي كليمرز ميد وي بتوين انتيو سوبير سباين اي اس اي اس دي انتيو سوبير سباين والسيم فيزيت فيو طبعا مقصود ان كنت هقول ده هي ميد انجوينر بوينت ايه هي ميد انجوينر بوينت؟ هي ميد بوينت بتوين السيم فيبرز وانتيو سوبير هنا الارت بيخش لو ضغطت عليه من قدام لورا هضغطه على الناحيه الثانيه ليه بس اولاد سوبير بيبي كليمرز لسه اقول في سؤال ام سي كيو على الحته دي ازاي؟ في سؤال ام سي كيو ان الارت بتضغط على ناحيه مين؟ على سوبير بيبي كليمرز تكتب جنبها ام سي كيو عشان لما تعدي عليها تاني ما تقلبهاش. كاسترايزيشن دي بقى بتثبت انها بجد يعني. دي مينيمم بتتكلم 15 20000 جنيه ما تعرفش حاجه بره. بنلاقيه العيان وخطروه. ويخش بالابره بتاعته من الفيلم الارت. ويطلع من تحت لفوق. يخش بالفيمر ارتري بتاخد الصحيح هتبقى مذاكره معايا هيحصل ايه يا ولاد؟ اللي بيخش الارت ده لا الارت ده فيمر ارت طبعا الفيمر ارت ده بتبتدي تبقى مين يا ولاد؟ اجسام ايه؟ الناس اللي قاعده صاحيه محطه السرحان في راس الاسئله ده بتشرح واحد كده ممكن تصدق ان ده عمله في حاجه ده عباره عن مين يا ولاد؟ دي لمبر في الكبره بتاعتي كده لمبر 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 فوق سرعه كثيره في الهارت طبعا فوق هل انت عندك الهارت بتعمل حاجه اسمها السندنج اورت وارش اورت وديسندنج اورت وداخل نزل لتحت اورت ابدومين مسافه الكومن والكومن كومن ايه ده انترنال الوقت ستيرن وستيرن ده يعني يوم ليه كم لو انت ليه بريتش كده اسمه رينال ارتري رينال ارتري يخش على الكلى يخش على الكلى كده انا انت عايز تعمل ايه؟ انا هاجي على عيله خضار وادخل القسطره بتاعتي ادخلها منين القسطره؟ ادخلها من الفيلم الارت لو طلعت كنت صغير مني في الفيلم ارت الاطلع لفوق يبقى اكسترن ايك ارت كوميك ايك ارت اورت ولو كملت في الاورتا هوصل للارت ديستندنج ابقى دخلت على عين الفيلم لو كده على ليس فيلم لو انت عرفت ان الديستندنج اورت كان بيطلع منه رايت كورونري ارت ولفت كورونري ارتري هتلاقي فتحته قدامك تيجي مكمل بقى الصعب يا حد دعامه لو تسمعوا مش حاجه اسمها دعامات مش كام دلوقتي يا حد صبغه وصورت الشكل الشرايين لما الدوده لسه طالع عيالي دي اسمها انديوجرا انت بقالك ان انا برضه ممكن وانا طالع كده اقرب من الكدني اخش بين الارض ده واحد يسبب السبب كونتراست ميديا كونتراست يعني ايه؟ حاجه مضاده كده حاجه مضاده معتمه يعني عشاء يعني تدين الصور تبقى لونها ابيض تبقى الاوائل ده بيضه بيضه في الاكس راي او في الصور يعني وبالتالي عيب انت حد مرض في الكلى او مرض في الاوعيه الشرعيه بتاعتي فده كله يعتمد على مين يا اولاد؟ على الجيوغرافي ده كلمه انجيو يعني اوعيه جرام يعني رسم تعمل قوية بس تدخل قسطرة من أنهي أرض ولاد بفرق طبعا كتير جدا 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 شرايين متجهة دلوقتي سالك القصب فمش كام دلوقتي بنخش القسطرة ونحط دعامة ودعامات بقت غالية جدا أنا يعني بغض النظر عن فلوس أو عدمها يعني إيد الدكتور في اللعبة دي من 10 15000 جنيه والدعامة من 10 15000 جنيه عايز أخش لقيت ثلاث أربع دعامات الصبح بتبقى أسعار مش طبيعية صوت أسماء فلكية صراحة طبعا إحنا عشان ناس طالبين فانت تحاول طبعا ان ما يزودش قوي كده على العيب بس تمام وانت بتكسب كويس جدا مفترض يعني
انما طبعا اللي انت تسمع عنه في الارقام تفوق الوصف، مش كده يعني اقعد بس ابن ولد كده يقول لك عمل قسطره وبيزيدوه جدا لسه بتضحك واعترف ان انا اللي بقوله ده صح، مش كده عشان انت لو تسهر بالليل الساعه 1 ساعتين تذاكر لك ساعتين زياده تعرف انك هتلم اكتر قبل كده 10 مرات فرجين مع بعض بس ما تنسانيش ساعتها بس كسر الريشه وتعرف تجيب لي كهرباء عيال الريشه كسرانيشن اوف فيمر هارت. السرانيشن اللي اثرها للفيمر هارت is used for the left heart arena and geography. Left heart, left side of the heart arena, الاوعيه الدمويه and geography, رسم للاوعيه الدمويه and geography, الاوعيه الدمويه graph يعني رسمه. Along the cylinder's cluster, cylinder يعني رفيع ولونج طويل. It inserted في الفيمر هارت من داخلها يعني مش inserted في عمليه insertion origin يعني and passes through the femur train. بنخش منه وماشي الفيمر train. كونتراست ميديا ماده معتمه ماده معاكسه ماده باينه يعني حاجه معاكسه كده بين تتحين ولما تتحين فريكورد الصور بتاعتي بعد ما اعمل لها ريكورد ببدا اتعامل مع العيان بتاعي اشوف حاجه ابستراكتد اخد اي اللي انا عايزه مش كده لا ناس طبعا دلوقتي بيستخدموا اصلا اي سنسيشن عشان يحط دعامه بيبقى داخل الدعامه كده يعني لما بفحص العيان بوصل لفوق الدعامه بتاعته واثبتها في المكان مش كده لا طبعا مناظير وشغل كبير فطبعا بيتكلم بس مثمرة للصراحة. كده ده كلام اخر حاجة مكتوبة هنا كده كتبنا في الابرايت اللي مكتوب فيه لحظة الاستراكشن. It is necessary if it is necessary to lie deep. لايك ديت يعني ايه؟ ارض. اربط الارض للفيمر ربطت الفيمر ارض. في الفيمر ده ارض قفل. Blood is the blood is the submit to the lower limb through any and small scorching. هل كورشيت بس ولا حاجة تانية؟ ده حاجة تانية طبعا. في ايليا في انترو كانتري. طب لو اوطى من بروفاندا هعتمد عليه؟ قال لا لو كنت تقدر تموت بس فمين حاجه ما بتعملش يبقى لو قطعت البروفاندا نفسي الناس اللي صافيه الكورجيت انستموز شارك فيه البروفاندا لو انا قافل اوت من البروفاندا يبقى البروفاندا فيه دم مش محتاج كورشيت لو قافل اعلى من البروفاندا يبقى البروفاندا ما فيهوش دم اجيب له دم مش كده دلوقتي هيجي الكلام ده في البيت تاني واسالني فين ما جاش مش كده دلوقتي يعني يا ريت ما تعرفش ان الطب مهم في هذا الكلام عندنا في ارت اسمه ولاد اوبتوريتو ارتري هنا تمييز مهم جدا. فانتا فيمورس عندنا بقى في ولاد اوبتوريتو ارت. انا نقطة اوبتوريتو ارت لاحظت عشان اخد حاجة مهمة اوبتوريتو دم. ونرجع الارت دم نشوفه بعدين ايه منه. الاوبتوريتو دم في ولاد ثلاثة بخمس درجات اخش امتحان انا ديسكرايب اني انا ولاد انا في امتحان. اوبتوريتو دم. الدورة التصميم بقى معايا ولاد قد ما نقدر كده. بعديها على طول ارت دم تجيبه شوية لان هتدوس سنه ثانيه لما اشوف هيبقى عايزين ايه منه. لو ابتديت الارض ولاد طلبه صحيين ده بلاش مين؟ انا بستنى ايه يا فندم؟ سوري بلاش من نمبر من نمبر ريس. الناس اللي سامعه كويس عندي ارض سوليد اوبتريت الارض سوليد اوبتريت اوبتريت الارض ده معمول من ايه؟ انزيم ديفيجن بتاع ال 2 و3 و4 وفي ديفيجن اللي هو دور ده ديفيجن بتاع 2 و3 و4 كان عاملين نيرف سوليد فيمورال نيرف سوليد فيمورال. عارف الترباس اللور اللي هي سهله النيرف دوت بيطلع من عند عضله اسمها ولاد سوبر سبيد. اي ناحيه من السوبر سبيد ميت ياسر. النيرف ده بيمشي على الورك ذا بيلبس من جوه اسمه النيرف ده ولاد اوبتيوريت نيرف. الناس اللي عندها دم وضمير كان في نيرف سوليد اوبتيوريت. الارت ده اوبتيوريت ارت اللي هو جاي كده بس كده في اخر محاضره او خميس كده على طول نتكلم فيه شويه. بص يا ولاد معايا العندنا ده الناس الصحية العضلة دي أي عضلة ولاد هما كده إيه؟ أنا ولاد اسمه بابا إيه؟ العندنا دي العضلة اللي تبقى مين العضلة اللي جنب الفيرتبرا كله دي اسمها صوت اتنين وتلاتة وأربعة كل واحد بتكسب الأنتيل واحد تصيب الانتيول عامل نيرف اسمه اوبتريت والسول عامل نيرف اسمه فيمور برضه دبل اوبتريت نيرف بتاع الميجا جولد بتاع العضله دي اسمها العضله دي ليه سوبر سبيد هيمشي جوه البيت بتاع اللاتا وورد ذا بيت بتاع السايد وورد لغايه ما يلاقي الكره دي اسمها الكره دي اوبتريت يعني في الارض بورد بتاعها كان في كلام اسمها اوبتريت الثاني الجسم اللي كان ديفيجن ولاد اثنين انتيول واحد وسين الانتيول يمشي على الارض بورد بتاع اوبتريت اكسترنس ويخش السايد قدام الاندكت بريد البوستير يخرج الاوبتيريت اكسترنس ويمشي ورا الادكتور بريدس نيرف خلص نيرف ده سميته ليه اوبتيريت نيرف يبقى لو انا مسكت كده ليه البوم بتاعته ما خدش سامحين قلنا الباب حديث سميته ليه اوبتيريت فورم سيبنا كده قدامه تاني اوبتيريت فورم دي مقفوله في بريك اسمه ليه اوبتيريت نيرف عندنا في نيرف اسمه اوبتيريت نيرف
هيمشي على السايد بقول له ده بيزنس على جنب. جانب عند الميديا بوردر بتاع ده اسمها صوت. طب مين اللي عمل 243 ديفيجن في مولين انتين؟ الناس بيعدي كده اي واحد فينا ازاي تكون دي اسمها التريتر بارت. الاول خالص في جروب كده اسمه التريتر جروب. لو انتوا ذاكرتوا تاني الكلام ده ذاكروه. الفورم دي مقفله ممبرين اسمها ممبرين قافله والتريتر ممبرين. لما انت من ممبرين كده الفورم بتتساب فيها كلام من فوق اسمها التريتر والتانية. يعني فيها النرد. الناس الصح هل يكون واقفه كده ولا باينه كده؟ قالوا باينه. عندنا في العضلات العميقه بتتساب فيها عضله اسمها الدكتور بريتس. مولين الدكتور بريتس. النرد لما بيعدي وهو بيعدي في التريتر فورم بيتقسم للاثنين. يعرفوا الاثنين واحد قدام البريمس واحد وراه. اللي قدامنا يبقى اسمه ايه؟ انتير. ولو يبقى اسمه بليت وسيرو نرد اسمه بليت وبتيرس نرد. يبقى بهدوء جدا 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 طلبوا 30000. النرد اللي بتبص معايا بتتعلي اسمه بليت وبتيرس نرد. اسالكم بتصلوا انتوا هتحسوا بايه فيه؟ وبتيرس نرد ده برانش من بليس. اسمها بليس دي بليت بعد كده لمبر بليس. هسال سؤال انتوا هتجاوبوا عليه ان شاء الله. لو جينا مع بعض مين العظمه اللي عاملها دي تبقى اسمها هيب بون. ما حدش صح حتى انت ما نقدر كده. مين فورم دي اسمها؟ تريتر فورم. عندنا كده ولاد بتلعب في العظمه اللي هي اسمها دي مار. اسال سؤال كده. عندنا عظمه اسمها طبعا اسمها الدكتور بريدج. كانت بتطلع هنا تروح في لينيا استرا واللور بارت بتاع بكتيريا لايت اسمها العظمه دي الدكتور بريدج. قالوا طب ايه رايك بقى؟ عندنا في فورم اللي هي الفتحه دي لازقه عليها فورم اسمها تريتر اكسترنال اسمها اوبتريتور نيرف اكسترنال. من جوه البنتس ده مش عامله احمر هيبقى مش نيرف اسمه اوبتريتور نيرف. يوصل للفرق اللي فيه الفرق اللي وصلها دي اوبتريتور فرق. هو عارف فيها يتقسم الاثنين انتير واير وستير. الانتيريور يعدي قدام الادكتور بريف والبوستير يخرج من الادكتور يمشي ورا الادكتور بريف. يبقى لما اجي اسال سؤال النيرف ده تسلم في كام بريتور نيرف؟ اثنين واير وستير. تعمل فرق اسمها الفرق دي اوبتريتور فرق. كاننا ما قلناش حاجه. في نيرفس اوبتيريتور نيرف ده برانش بليكسس اسمها لامبر بليكسس. ياخد من السورس ميد على اللاتر سايد ولا الميديا سايد ميديا ويمشي في البلدس جوه كده على جوه في البلدس يوصل لفورم اسمها اوبتيريتور فورم. يعدي في الابر بارت بتاعها بطريقه اسمها اوبتيريتور كانيل ويتقسم لتو ديفيجن انتير وير وسيرو. يدخل على الميديا سايد ده صاير اللي هي حاجه اسمها بليل الدكتور بريكس. هقول حاجه مش شطار قوي. هل الهيبون محطوطة كده ولا باينة كده؟ لو محطوطة كده والنرف اتقسم لأنتيرو وبوستيرو كان المفروض يبقى عاملين كده. فخلصنا خلاص عن المعتزلة. كانوا يبقى المفروض عاملين كده. اللي هو العظمة واقفة ازاي؟ باينة. فبقى عاملين كده. وحاطين أني عضلة قدرت بيبس واحدة قدامها واحد وراء. الأنتيرو لو حد فينا جاوب قلت له معلم الأنتيرو مين اللي بيغطيه؟ قالوا العضلتين اللي قدام بكتينيس ومين لما كده الدكتور والبوستيرو مين اللي تبقى وراه الدكتور. اول حاجه واطلع من المدرج عايز ارتب العضلات شو اسمها دي بحاله والله مين قدام الورق. من لو رتبناهم قدام الورق مين اكثر حاجه قدام بكتينيس ولونجس وراها النيرف بعد كده الدكتور بريبس وراها النيرف مع الدكتور مايك. لما تحط المشرحه بص على البريبس هتلاقي قدامها النيرف وراها مين الريت نيرف مين العضله اللي اسمها الدكتور بريبس. النيرف هتلاقي النيرف الاولاد. Thank you.